رجل احتلم قبل صلاة الفجر بدقائق بسيطة، فما العمل؟ هل يغتسل علما بأن الصلاة ستفوته أو يتوضأ؟ لا بد يغتسل، ولا يجوز له يصلي وهو على جنابة، ما تصح منه الجنابة. وإن كنتم جنبا فاطهروا، بعد قوله إذا قمتم إلى الصلاة، فلا بد من التطهر. ولو فاتته الجماعة يعذر بترك الجماعة، إذا ما أمكنه أنه يغتسل ويدرك الجماعة وهو يغتسل ويصلي وحده، لأنه معذور بترك الجماعة. نعم.